اموت وغاد اظل بدون عاشور معقول القباب الخدمه مسدود واظل بالقبر واسمع موكبي يفوت فوقي ومن نصيح لساني معقود اذا وقفت بصف الزهره نحتار يا هي تصير ام العقيله لان ساحه قتالك تبعد امتار سمعتك من صحت للذله هيهات كانت توزع مواقف على الزمن كانت الما صاير تقله وحسين جانا يصيح هلا بنت تنتظرهم فاطمه الزهره ما قضيع وهو يم النهر مطروح وحين الزينب تبوح عظم الله اجرنا واجركم بحلول شهر محرم الحرام من محافظه البصره يقام مهرجان القافله الثالث المربى التواجد للتغطيه فادعوكم للمتابعه وعظم الله اجرنا واجركم لا وقفت بصف الزهره نحتار يا ينتصير ام العقيله كانت عن قناعه رب للموت اصابع تفكس عيون الرذيله وورا الزهراء كانت حكمة الله أن تصبح الشخصية البديلة ودرت ينشر الموقف بأربع أزلام وقبل نفضة حضنها المو بخيلة ظناها عزاز بس مو مثل الحسين تعتبر الإمام التنتميلة ظناها عزاز بس مو مثل الحسين تعتبر الإمام التنتميلة مثل ما تعودنا دائما أن تكون البصرة هي الحاضنة للحزن الحسيني والحاضنة للأدب الحسيني اليوم أنا مع أخوتي المشاركين في هذا المهرجان الحسيني الكبير في نسخته الثالثة مهرجان القافلة الحسيني وإن شاء الله تكون القصائد تفي ولو بالجزء القليل من شخصية الحسين ومن ألم الحسين ومن هذه الحادثة التي أعطت الكثير من الدروس والعبر في التاريخ إيهاب المالكي غني عن التعريف لك بصمة في كل محفل ثقافي فني أيضا في شهر محرم لك قصائد مميزة لكن اليوم القصيدة اللي ستقرأ إن شاء الله على المنبر من خلال مهرجان القافلة بنسخته الثالثة يعني احنا دائما نقولها نقول احنا على المنصة تكون هي الامور هي اللي تحكم نفسها يعني هي اللي تختار القصيدة بنفسها يعني ما محضر في ما كثر من القصائد لكنه تعرف انا من الناس اللي يكون الاختيار على المنصة لكن اختار لك جزء من احدى القصائد أموت وغاد أظل بدون عاشور معقول القباب الخدمة مسدود وأظل بالقبر واسمع موكب يفوت فوقي ومن نصيح لساني معقود أبو الموكب خذني أردخدم وياك أنا بتراب قبر وتشفني مشدود يا الله موفقين أيضا كلمة أخيرة إلى محبين إيهاب المالكي تحية حب للمربد ولمحبي المربد ولمتابعي المربد ولكل أهلنا في البصرة الفيحاء ولكل من يصل إليهم راديو المربد تحية حب وتقدير واحترام شكرا لكادر المربد هذا الكادر الجميل الرائع الذي دائما عودنا على التواصل في كل المحافل الأدبية شكرا عظم الله لك الأجر والثواب شكرا جزيلا منور دائما ويم موقف رضيعك تهوى الأفكار السهم من حرملة العبد الله من راح وإن شاء الله المحمد شفته يندار أصل بتطف المواقف تقلب أكوان ويم موقف رضيعك تهوى الأفكار السهم من حرملة العبد الله من راح وتشغل محمد شفته يندار أصد للمعركة وأنظر للعيال العقل ما بين هاي وذيك محتار الإجا وفتشوا زينب بي يا حسين يلتقي بزميلي وأخوي وصديقنا دائم مقدم برنامج قرايه في المربد اليوم هو سيحتل المنصة من خلال مهرجان القافلة أستاذ سالم الدبيسي حياك الله وعظم الله لك الأجر حياك الله أستاذ رياض وعظم الله لكم الأجر وألف تحية إليك والمربد والجميع الكادر الله خير كان أكيد شاتي بيك مجروحة يعني من خلال مسيرتك الشعرية لكن مهرجان القافلة بنسخته الثالثة في البصرة وأكيد تحت إدارتك أستاذ سالم حدث معنا بشكل مختصر وعن القصيدة اللي إن شاء الله ستقرأ في المنصة
استاذ رياض، بالبدايه عظم الله لكم الاجر. مهرجان القافله مهرجان مختلف اسم على مسمى، جعلنا الفكره انه ينتقل كما يسير بين مناطق البصره وخارج البصره كما يسير القافله. في الدوره الاولى كان في منطقه نظران، في الدوره الثانيه العام الماضي كان في منطقه الشارع التجاري بالجنينه، الان في الطويسه قرب ساحه العروسه. المهرجان يشارك بابرز شعراء العراق اسماء لامعه، قصائد ستحلق في رحاب الطف لذكر محمد وآل محمد، قصائد لأبطال الطف للأئمة الأطهار لمناقب أهل البيت. ستكون القصائد هي رسائل إلى كربلاء، رسائل تبعت على الفكر الحسيني، على القضية الحسينية، القضية التي ضحى من أجلها الحسين. نشكر باسمكم وبهالمناسبة نشكر جميع الجهود التي ساهمت في إنجاح هذا المهرجان، القائمين على المهرجان أيضا مفروشات ليث العبادي اللي وفرونا هذا المكان، تحية لهم. قصائد كثيرة، قصائد إن شاء الله تليق بالمناسبة. بهذه العجالة نسمع ولو هل شهر الحسين وشهر الأحزان وهلال الدمع شافت العيون، وعلى كل بيد قمنا نعلق اعلام خاطر لو رجع يندلنا ميمون. تحيه للمربد وكادر. اذن ماجورين صديقنا وزميلنا سالم الدبيس، شكرا جزيلا، عظم الله لك الاجر والثواب. شكرا لكم والف تحيه للمربد مره ثانيه. اللي يوقف يمك يرجف لا محتر ولا بردان. عظم الله لك الاجر والثواب استاذ رياض، وعظم الله لك ولكل جموع المسلمين، وأنا لا أقول الشيعة أقول المسلمين، لأن حسين رسالة ويمثل صوت الحق ورسالة الحق. علي نظم، ليش تميزت بعرافة المهرجانات؟ يعني في كل مهرجان بيكون مختلف الثقافات، نلقى علي نظم هو عريفا إلى هذا المهرجان، وأنا أعتبره فن. تقديم الفعاليات في كل مهرجان في كل مناسبة هو فن. يعني هسه مثلا أنه اعتلاء منصة محرم يختلف تماما عن اعتلاء مهرجان وطني او مهرجان وجداني او 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 مهرجان غزلي. فانا شفت نفسي انه هاي الحرفنه مفقوده كحلقه وصل في البصره، ما حسيت هاي الثغره، فعملت جاهد على انه اسد هاي الثغره بطريقه فنيه احترافيه يعجب بها البعض وتضيف شيء الى المتلقي. نسمع. إلى الإمام الحسين، واضح باختلافك بين العقول، ما يحتاج يميز إنسان شاطر. لحد الآن ما حد فاهمك زين، عقلية نمس وحسين باكر، اختلفنا شلون نحشي أو اختلفنا شلون نقدر نحيى عاشور، ما ترجمنا فكرك بالشعار. أحسنت وطيب الله أنفاسك وأعظم الله لك الأجر والثواب أستاذ علي ناظم، شكرا جزيلا. ممنون جدا أستاذ رياض. أنت أول طفل غايق دمرتي، مرة ببطن أمه ومرة بيد حسين. انت اول طفل ضايق دمرتي، مره بطن امه ومره بيد حسين. انت اول بشر كفل حسين ومات، او صعد دم ذهب ما نزل فوق الطين وبقماطان. انت اول قائد بقماطان. قاطع المياحي، عظم الله لك الاجر والثواب. الله يعزك اجورنا واجرك وعلى الامه الاسلاميه جمعاء، وهذا المصاب الجلل اللي هي واقعه الطف، ونعزي الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الله وانت جاي تشوف انت محافظة البصره وشوف الحسينيون. في كل مهرجان الشاعر يحضر يعني إليه، مثلا مهرجان القافلة. نعم. يختلف جزء عن المهرجانات أخرى. نعم. من اسم القافلة هو متنقل من منطقة إلى أخرى في كل سنة، فماذا في جعبتك بهذا المهرجان؟ نعم، يعني أنا في إحدى الأماكن سألوني العام، قالوا لي شنو هذا الضجة الإعلامية، أعلام ورايات وهذا. قلت لهم يعني هم بلغتهم. نعم. قالوا علي من هالبيارغ والإعلام السود. قلت لهم على النفصل باسمه وهو ما موجود، خيطلع سبحته ويحسب العادود. من العارك لدولة بلا يشف وزنود، من الصاير رصد للنخل والعامود، من القلت لأخته روح جيب الماء ونزلت منها دمعة وصار ليها خدود.
والى اخره من القصيده. شكرا جزيلا، ما بدي اخذ وقتك، شكرا جزيلا. ممنون استاذ. الله شيء زين ابوكم مسوي الحجاب، هن مو كل السوالفين حجر. ايوه عيني يا ما تتوقف عباء تبصف عباء والعب بيناتها اللي تعاقدا زغرا من المستحيل، وضال الحجاب يمسح بخطوات من يستحن. كان أثر بجبينهن مو للسجود المن، كان أثر بجبينهن مو للسجود، للعب جروهن وما فرعن زغرا من المستحيل. يطب الأرض الحرب كان رايح السفرة، إيش رأيك باليهد وبظهرك العباس؟ إيش رأيك باليصول وزينب تنظرة؟ حسين الغاية من المهرجان هو دعوة العديد من الشعراء في البصرة وبقية المحافظات لتلاقح النفس الثقافي الحسيني ونشر ونثر روح المحبة والإنسانية بين أطياف المجتمع البصري، وكذلك أن يتعلم الأجيال الحاضر من قضية الإمام الحسين ومدى تواصل الأجيال في معرفة نصرة المظلوم وتفعيل مبدأ ونشر مبدأ هيهات من الذلة و التمرد على الطغاة على مر العصور. استلهمنا من الإمام الحسين كل هذه المعاني الجليلة والكبيرة. سيد أحمد بهذه العجالة مقطع صغير، كل واحد يموت يغسلونه بماي وانتوى البشر بالماي حط علة. كان أبيض من حليب الراضعة بالحرب خرخاشة شايل عكسبوه، السيف مو جيله وحضر بالواقعة، وداع تجمن مات أطول من نصار. ليضيق نفسه يروح لفيا يخته، هسه العطش عفناه ردناك تعود، الغيم من يبجي الزرع سالفته. طايح نص بالعقرب طبح يقرص، يضم الراس بس عباس بخشوم الزلم يقرص، بس عباس هول يوقف يمك يرجف، هول يوقف يمك يرجف. وحسم امتعته واعلن عن رحيله، وبالمنازع تلقتهم والحسين، بالمنازع تلقتهم والحسين. الشيخ الجاي يتلقى جبيله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.